بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة وتغذية النبات. أهلا وسهلا بحضراتكم. بنعمل إن شاء الله دورة عن الأسمدة والتسميد والقصة دي بتمشي إزاي، علشان ما تحطش برنامج تسميد كوبي بيست تنقل من واحد. لا، أنا عايزك تعرف يعني إيه تغذية نبات، وعشان تعرف يعني ايه تغذية نبات يبقى لازم تعرف الاحتياجات الغذائية للنبات نفسه، وعشان تعرف الاحتياجات الغذائية للنبات يبقى لازم تعرف العناصر اللي بيحتاجها النبات والمصادر بتاعت كل عنصر، وازاي نقدر نوفر العنصر في اكتر من مصدر، سواء كانت اضافات عضوية او اضافات كيميائية وهكذا. فمن الأول خلص عايزين نتعرف على العناصر الغذائية بتاعت اللي بيحتاجها النبات. في الحقيقة هي يعني العلماء طبعا بيقولوا ان فيه من 32 ل 35 عنصر، دول بيعتبروهم عناصر مهمة في النبات، او من خلال التحاليل عرفوا ان فيه من 32 ل 35 عنصر. ما علينا في القصة دي، ما تخصناش في كتير لان فيها جدال كتير، ويمكن انا حضرت مناقشة ماجستير وقعدنا نتخانق للصبح، جماعة بيتخانقوا للصبح الأساتذة، هل عنصر الصوديوم هل هو مغذي ولا مش مغذي. الكلام ده طبعا كان في سنة 2005، اعتقد الامور اتغيرت دلوقتي كتير. فما علينا، يعني احنا عايزين نوصل للي احنا فيه ده، هو ان احنا عايزين نريح دماغنا ونقول اللي اثبت ضروريته من العناصر بالنسبة للنبات. قسموهم لثلاث حاجات: عناصر ضرورية كبرى، وعناصر ضرورية صغرى، وعناصر مفيدة. والعناصر الضرورية الكبرى دول بيكونوا عبارة عن 9 عناصر: الكربون والإيدروجين والأكسجين، دول بياخدهم النبات من المية ومن الهواء الجوي ومن التربة أيضا، تمام؟ والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت، دول عناصر ضرورية كبرى، تمام؟ طيب، في تاني عناصر ضرورية صغرى اللي هم 7 عناصر، واللي هم الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون والمولبدينم والكلورايد، تمام؟ دول عناصر ضرورية صغرى. طب في الفرق بين العناصر الضرورية الكبرى والعناصر الضرورية الصغرى. هو من حيث الأهمية مفيش أي فرق خالص. الحديد أنت بتحطه بعدة يعني ممكن كيلو جرام خلال موسم النمو، والنيتروجين ممكن تحطه في حدود 200 كيلو جرام. شايف الكمية هنا قد إيه؟ النيتروجين كعنصر كبير بتضيفه بقد إيه، أو البوتاسيوم مثلا، وشوف الحديد أنت بتضيف منه قد إيه. الفرق بينهم كبير جدا، تمام؟ ولكن من حيث الأهمية هم الأهمية بتاعتهم واحدة. أهمية الحديد اللي بتضيفه بنسبة كيلو دي هي زي النيتروجين اللي انت بتضيفه، قد تضيفه بنسبة 150 أو 200 أو 100 كيلو، تمام؟ طب امال ايه الفرق بين العناصر الضرورية الكبرى والصغرى؟ ان ده بيحتاجه النبات بكمية كبيرة اللي هي العناصر الضرورية الكبرى، ودي بيحتاجه العناصر الضرورية الصغرى بيحتاجها النبات بكميات صغيرة. ده الفرق الوحيد اللي بينهم. أما من حيث الأهمية فالاتنين ذو أهمية واحدة، تمام؟ وفي عناصر مفيدة، والعناصر المفيدة دي مش عايزك تشغل دماغك بيها إلا إن هي بس مفيدة لبعض النباتات، زي مثلا الصوديوم قد يكون مفيد لحاجة زي بنجر السكر، السيليكون قد يكون مضم كويس او اضافته كويسة لحاجة زي الشعير او النجليات عموما، فدي ما تشغلش بالك بها كتير. يعني المهم تركز لنا على العناصر الضرورية الكبرى والعناصر الضرورية الصغرى، تمام؟ طيب، بعد كده العلماء يا جماعة حطوا شروط للعنصر المغذي. ليه بيعتبروا يعني في شروط حطوها العلماء عشان يعتبروا ان العنصر ده هو الضروري، ان هو العنصر ده هو الضروري بالنسبة للنبات. فالعلماء حطوا شروط للعناصر دهية علشان تكون ضرورية او غير ضرورية. فمن الشروط دهية واهمها يعني ان بقول لك يؤدي غياب العنصر من بيئة نمو النبات الى حدوث نمو غير طبيعي،
ويفشل النبات في اكتمال دورة حياته ويموت مبكرا. يعني ايه الكلام ده؟ شرط عشان العنصر ده يكون مغذي ان هو غياب العنصر ده هوت من بيئة نمو النبات، تمام؟ وطبعا بيئة النمو، البيئة طبعا معروفة هي كل ما يحيط بالكائن الحي، زي ما درسناها زمان في العلوم، هي كل ما يحيط بالكائن الحي ويؤثر في وبيأثر في الطبيعة بتاعت النمو بتاعه، تمام؟ سواء كان الكائن الحي ده هو إنسان أو حيوان أو نبات وهكذا يعني. ولو ما تواجدش العنصر ده هوت بيفشل النبات ومكملش دورة حياته ويموت مبكرا. طب واحد هيقول لي طيب يا عم انت بتتكلم في القصة دي، طب ما احنا ساعات ما بنضيفش حديد، طب ما احنا ساعات ما بنضيفش كالسيوم، طب ما احنا والدنيا في فرق بين انك انت بتزرع بقى في اراضي ريتش سويل اساسا، اراضي غنية زي اراضي الدلتا مثلا فيها نسب من البوتاسيوم، الناس بتزرع بطاطس زمان ما كناش بيضيفوا بوتاسيوم للبطاطس، طيب بيضيفوا فيها بوتاسيوم متراكم نتيجة ان نهر النيل كان بيجي زمان بالطين، والطين ده حامل لمعادن البوتاسيوم، وكانوا بيضيفوا أسمدة عضوية، تمام؟ دلوقتي ما عادش بيحصل الكلام ده هو، تمام؟ فكانت النباتات بتنمو نمو طبيعي لأن العنصر أوريدي أساسا موجود في التربة. طيب على النقيض بقى، لو خدت رحت في أرض رملة كوارتز كده، رملة صافي زي في وادي النطرون كده مثلا، وزرعت من غير ما تضيف أسمدة عضوية ولا حاجة، هل النبات هينفع؟ لا يمكن طبعا، هيموت هيموت وتحدى، تمام؟ مش هيكمل دورة حياته. وتعال لي على عنصر زي مثلا عنصر الكالسيوم دوت، وانت ما ضفتش كالسيوم والدنيا مش مظبوطة معاك، هتلاقي الخيار اللي عندك ابتدى يحصل له عفن طرف الزهري، الطماطم كذلك، البطيخ كذلك وهكذا. اذا فانا بنضيف العنصر علشان النبات يمشي مشي طبيعي، والنبات يكمل دورة حياته ويجيب لي محصول اقتصادي ويكمل دورة حياته. دي رقم واحد. رقم اتنين، من شروط العنصر ان هو يكون مغذي ان هو لا يستطيع عنصر اخر القيام بعمل العنصر الضروري. يعني ايه؟ انا محتاج النهاردة عنصر نيتروجين، هروح احط فوسفور واقول والله انا هضيف شكرتين فوسفور شكرتين سوبر فوسفات ومش هحط نيتروجين، لا طبعا ده ما ينفعش، لازم العنصر ده هو عشان يعتبر ضروري ان هو ليه دور معين هو اللي بيقوم به، وما ينفعش حد تاني يقوم بالدور بتاعه، تمام؟ يعني دكتور مثلا بتاع تخدير هل ممكن، ودكتور تاني جراح، الاثنين بيتعاونوا الاثنين في ان هم يعملوا عمليه، هل هينفع الدكتور بتاع الجراح ده هو ان هو يعمل عمليه اللي يخدر المريض؟ لا طبعا، التخدير المريض ده معروف ان هو ليه الدكتور بتاع، عفانا الله واياكم، يعني ان ليه دكتور اللي هو بيخدر دي وظيفته، تمام؟ وهكذا يعني. كذلك العناصر، العنصر ده هو ما يقومش اي عنصر مكانه، هو لازم يقوم بالدور ده. رقم ثلاثة، يجب أن يحدث تأثيره بصورة مباشرة على نمو وميتابوليزم النبات. يعني الفوسفور له دور هو اللي بيقوم به، البوتاسيوم له دور هو اللي بيقوم به، وليس عن طريق تأثير غير مباشر كإحداث تأثير مضاد لعنصر آخر. مش عشان أحط مثلا النيتروجين هيزود لي تيسر البوتاسيوم يبقى أنا يبقى البوتاسيوم عنصر ضروري، لا طبعا، هو لازم اللي أنا أحطه العنصر دوت يكون ليه تأثير مباشر، وليس ومش ان هو يحرك له عنصر تاني عشان يعمل التأثير ده هو، تمام؟ بتظهر اعراض رقم اربعة، بتظهر اعراض العنصر ده هو بشكل واضح عند غيابه. طبعا ده شيء معروف، اي عنصر له مظاهر مورفولوجية او الشكل الظاهري بتاع النبات من بره، فلما النيتروجين بيغيب مثلا بتلاقي فيه اصفرار، مثلا لو نبات دورة بتلاقي فيه اصفرار، لو فوسفور هتلاقي فيه تقزم كده وتلاقي اللون بتاع النبات قرمزي، لو بوتاسيوم هتلاقي احتراق على حواف الاوراق. المهم يعني علشان العنصر ده يكون ضروري لازم غياب العنصر ده هو يظهر لي اعراضه بشكل واضح على النبات. ورقم خمسة طبعا ملهاش أهمية، بس هو بيأكد برضه وبقول الأربع نقاط اللي قبل كده دول واحد واثنين وثلاثة واربعة، بقول رقم خمسة أن يثبت ضرورته بالشروط السابقة. كل الشروط اللي احنا قلناها ديت لابد يثبت، مش شرط متوفر فيه والشرطين التانيين مش متوفرين فيه، لازم الأربع حاجات دولت لازم يتوفروا في العنصر
علشان يقدر يكون عنصر مغذي. العناصر الغذائية عموما بتتوفر من 4 حاجات، هو المية ومن الهواء ومن التربة، وبعد كده هنتعرف على المصادر بتاعت كل عنصر بالتفصيل وأعراض النقص بتاعه وأعراض الزيادة وإيه اللي ممكن يحصل لنا في القصة دهيا. الدورة دهية قد تكون مش مهمة للفلاح ولكنها مهمة للإخوة المهندسين، خصوصا اللي طالعين مهندسين الجداد اللي هم يعني قد يكون أساسا، لأن اللي بيدرس الحاجات دهية باستفاضة هم الإخوة اللي بيدرسوا في علم الأراضي، اللي بيدرسوا الأسمدة والتسميد والري والصرف والحاجات دهيا. الأقسام التانية طبعا إحنا كزراعة ممكن يعني بتروح أي شركة زراعية، فممكن بتاع دواجن يشتغل في تغذية نبات، ممكن بتاع وراثة يشتغل، ممكن يعني المهم. فبنبدأ مع بعض إن شاء الله بإذن الله تعالى، وبنتكلم في القصة اللي حضراتكم شفتوها دهيا، وهناخدها عنصر عنصر. أنا اتكلمت فيها قبل كده ولكن أنا عايز أخدها بشكل مرتب وبشكل كويس جدا. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.